نعم، بداية تحياتي لكم ولمشاهدي قناة اليوم، شكرا على الاستضافة. يعني لا شك بعد أحداث كولن الوضع بشكل عام تحديدا في داخل ألمانيا وأيضا في منطقة قطاع شمال الراين أصبح مشحون بشكل كبير، وهذا بات واضح حتى يعني في عبر وسائل الإعلام وحتى في الشارع بالمناسبة بعد هذا العمل الإرهابي. ولكن بالحقيقة يعني هناك المشكلة تكمن في الخطة الأمنية المتبعة في داخل الحكومة الألمانية، أي بمعنى هناك اختراق يميني واضح في أحداث زولينغين وحتى الأحداث السابقة، يعني بدليل أن هذا الشخص على سبيل المثال كان المفترض أن يكون مرحل إلى بلغاريا، فبالتالي هذا الاختراق اليميني مع التناغم لبعض الفصائل الراديكالية، ولو كان أن يعني حادثة كولن داعش بشكل رسمي، ولكن أنا هنا حديثي بشكل عام هناك تناغم بين اليمينيين والإسلام المتطرف في للأسف في أوروبا. لذلك نرى بأن هذه الأحداث الجارية الآن وما حدث في مدينة زولينغين وخصوصا قبل استحقاق الانتخابات في بعض المقاطعات الشرقية في ألمانيا تخدم الأحزاب اليمينية في تلك المناطق أو حتى في عموم ألمانيا. ومن جهة أخرى هناك تسليط دائما من الفصائل الراديكالية الإسلامية سواء كان داعش أو بمسميات أخرى بأن مثل هذه الأعمال يخلق حالة من الفجوة الكبيرة بين المجتمع الألماني أو المجتمع الأوروبي واللاجئين المسلمين كما تسميهم بعض المنظمات. وهذه نقطة مهمة، اعذرني على المقاطعة، سأعود لهذه النقطة سيد كاميرون، هل تسمعني؟ سأعود لهذه النقطة، نقطة مهمة جدا يعني سلطت الضوء عليها. يعني هناك كما قلت في فراغ أو في فجوة بين اليوم اللاجئين السوريين والمجتمع الأوروبي. حضرتك خلال أيضا نقطة خلال كلامك، من ثم سأعود إلى هذه الجزئية، خلال كلامك تحدثت بأنه في تناغم اليوم بين الأحزاب اليمينية والتطرف أو الجماعات المتطرفة الإسلامية في أوروبا. اليوم حجم المخاوف الأوروبية من موجة إرهاب جديدة، يعني المشكلة ليست فقط بورقة اللاجئين اللي موجودة سواء كانت الهوية متعلقة في السوريين أو الأفغان أو إلى ما هنالك. هذا التمييز بحد ذاته يكشف خيوط اللعبة أو ما يحدث أو ما سيحدث للأسف بحق هؤلاء اللاجئين. المشكلة لذلك أنا منذ بداية حديثي قلت بأن هناك إشكالية في آلية تطبيق القوانين في داخل ألمانيا، وأنا سابقا ذكرت أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء سواء عبر القنوات السورية أو الألمانية بأن هناك استغلال من هذه المجموعات الراديكالية لهذه القوانين ولهذه الحريات، بالإضافة إلى الاختراق الأمني اليميني الموجود في داخل المؤسسة الأمنية في أوروبا بشكل عام وبألمانيا بشكل خاص. الآن أنا كنت أريد فقط أنوه على هذه النقطة، هناك أكثر من جهة وبشكل علني وعبر المنابر الرسمية وعبر السوشيال ميديا والوسائل الإعلام تشير، هنا أتحدث عن الجهات المتطرفة تشير بأن هناك خوف من عملية انصهار المسلمين في داخل المجتمع الأوروبي. وهذا ما كنت سأطرحه، يعني هل فشل اليوم عملية دمج اللاجئين مع المجتمعات الأوروبية؟ طبعا. لذلك أنا عندما أقول هناك اختراق أمني واختراق يميني لهذه المنظومة أو لهذه العملية ما يسموها عملية الاندماج في داخل المجتمعات الأوروبية أو في ألمانيا، لا شك بأن هناك فشل، والفشل بهذا الموضوع للأسف بعد كل هذه السنوات متعلق بكثير من الأمور. يعني بدأت عملية الفشل بوجهة نظري وبحسب قراءتي منذ بداية 2015 بأحداث كولن، عندما رضخت بعض الأحزاب والأصوات الحاكمة بأن تنفذ قرارات رجعية، وكانت هذه للمرة الأولى منذ الحرب العالمية أو نهاية الحرب العالمية الثانية تطبق الحكومة الألمانية بعض القرارات الرجعية بحق بعض اللاجئين. هنا بدأ مسلسل الفشل والضغط على اللاجئين في داخل ألمانيا. يعني هناك تفاصيل بما يخص باللاجئين، اللغة، الإقامات، الأوراق،
كل هذه العملية هي ضاغطة على اللاجئ في الداخل، يستغلها اليمين ويستغلها المطرفين للأسف ويدفع ثمنها اللاجئين في داخل ألمانيا. هذه العملية الفشل هي عملية متكاملة ومشتركة بين اليمين وباقي الحكومات. سيد كاميرون ضيق، يعني هذه النقطة وضحت المتطرفين. هذه النقطة وضحت. سأعود لسؤالي الأول حول مسألة قطار التطبيع الأوروبي ومضيه نحو دمشق. نحن نعلم بأنه في الفترة الأخيرة في ضغوط على قادة دول الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقة بلدانهم مع دمشق. كيف أو ما الذي اليوم تتوقعه الحكومات الأوروبية من دمشق في حال إعادة العلاقات بشكل ما أو بآخر؟ يعني في اليوم دول تتحدث عن إعادة العلاقات، في دول تعيد علاقاتها رويدا رويدا دول أوروبية. ما الذي تتوقعه اليوم الحكومات الأوروبية من دمشق بخصوص الجزية السورية؟ يعني نحن نتحدث بأنه اللاجئ السوري على قائمة الترحيل الألمانية، وقد يكون كل أوروبا. يعني في عنا الدنمارك كان كمثال يعني من السنوات. يعني للأسف نتيجة هناك يعني بعض الأمور القانونية التي تحكم عملية الترحيل، يعني تجبر أو تلزم الحكومة الألمانية بفتح قنوات سريعة وعاجلة مع حكومة دمشق، وبالتالي هذه القنوات لا شك تترتب عليها بعد التنازلات السياسية تحديدا من ألمانيا كما تحضرت فضلتك إلى حكومة دمشق. ولا شك بأن دمشق ستستفيد من هذه الحالة وتحاول يعني فرض بعض أجنداتها أو تحاول كسب بعض المكاسب السياسية تحديدا من أوروبا. لا شك بأن هذه العملية ونتيجة هذا الضغط الهائل الآن بداخل الشارع الألماني سيسرع من بعض الساسة الألمان باتجاه دمشق، وهذا التسريع بحد ذاته عليه تراكمات وتنازلات كبيرة باعتقادي في داخل أوروبا، وهذا مكسب أيضا لهذا النظام الدمشق، هذا النظام الدكتاتوري الذي دائما ما يحاول الاستفادة والحصول على مكاسب من تلك الدول على حساب اللاجئين السوريين. للأسف يعني كل هذه العملية وما يحدث الآن يدفع ثمنها اللاجئ السوري. يعني للأسف يعني اللاجئ السوري يعني الآن اليوم على سبيل المثال هناك دعوات من بعض الناشطين من الحقوق في مدينة زولينغن لاستنكار هذه الجريمة الإرهابية بحق المواطنين الألمان ولدعم الشعب الألماني بعيدا عن سياسات الحكومات ولما هنالك، أو يرفعوا صوتهم يقولوا نحن هنا في أوروبا لنعيش حياة سليمة. أشكرك سيد كاميرون، اعذرني على المقاطعة. استهداف المواطنين الأبرياء، ولكن هذا كله يدفع للأسف يعني نهاية. خليني أختصر، يعني لا شك بأن هذا التقارب أو هذا الاتجاه باتجاه بوصلة باتجاه دمشق سيدفع ثمنه اللاجئ السوري في ألمانيا تحديدا. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من فوبرتال المحلل السياسي كاميرون دولو، شكرا جزيلا لك.